لحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب معكم مشاهدينا بالدكتور محمد مأمون صادق لي أخصائي تقويم الأسنان. صباح الخير دكتور، يعطيك الصحة والعافية. صباح الخير، يعطيك العافية دكتور، حياك الله. حوارنا قبل الهواء على استضافة، الله يخليك. الله يسلمك يا رب. سولفنا وايد تحت الهواء، تكلمنا وايد عن الموضوع. أنا أعتقد أن العدسات اللاصقة الخاصة بالأسنان تعتبر إجراء تجميلي وعلاجي في نفس الوقت، صحيح دكتور؟ تمام. هو الحقيقة دائما كل شيء متعلق بالطب أنا برأيي هو إجراء علاجي، تمام؟ فحتى لو كان متعلق بالتجميل فهو بيكون علاج. نحن لما بيجينا مريض مثلا في عنده مشكلة تجميلية بأسنانه، فنحن نعم. حنعالجه حتى يصير يثق بابتسامته أكثر. صحيح. وبالتالي أنا الحقيقة برأيي أنه نشيل موضوع التجميل نهائيا حاليا، لأني هالكلمة هاي للأسف المرضى كتير لحقوها وصار عندهم اياها موضوع ترفيه، انه يعني مثل دعايات اللي بتقول انه والله غير ابتسامتك على العيد، او صارت كاني واحد بده يشتري ثياب او شيء، هي الفكره. فالحقيقه الابتسامه هوليوود او العدسات لها استطبابات، انا برايي لها استطبابات، منها مثلا اذا في مثلا اسنان صغيره، اسنان متصبغه نحن ما فينا نبيضها بشكل التبييض الصحيح، اسنان فيها مثلا مشاكل متكسره، في بعض التشوهات الولاديه ممكن تعمل هالمشاكل هاي. فنحن قبل ما تطلع شيء اسمه فينيرز كنا نعمل تحضير كامل للسن. تمام. فبعد ما بسبب التحضير كامل للسن بيعمل مشكله انه نحن عم ناخذ كثير من نسج السن، فطلع شيء اسمه فينيرز، هو التحضير الاصغري للاسنان بحيث انه نحافظ على اكبر كميه ممكنه من السن ونحط عليه العدسه اللي هي بتغطي المشاكل الموجوده بالسن. حلو. تمام. من هاي المنطلق الحقيقة طلعت الموضوع الفينيرز. حلو دكتور، يمكن الكثير ما عنده هذه المعلومة، نعرف المشاهدين اليوم كثير نسمع في الإعلانات خصوصا ليمونير وفينير، خلنا شوي نخبر المشاهدين شو يعني أصلا فينير وشو يعني ليمونير. عدسات الأسنان اللي بنسمع فيها كلها هي الفينيرز. الفينير. تمام. هي عبارة عن الطبقة اللي بتغطي السن. اللومينير هي أحد الشركات اللي بتصنع هاي المادة اللي بنصنع منها العدسات. حلو. بس بتوقع الشركة هاي هي اللي عملت السماكات الصغيرة من العدسات. حلو. فلمع اسمها فقط، يعني هي بس انه كتقنيه اسمها فينير، واللومينير هي اسم شركه تجاريه، يعني في عدسات ايماكس وفي لومينيرز وفي كثير شركات بتعمل العدسات. حلو. حلو. يعني اليوم لازم يعني نعرف شو نختار. صح. او نعرف يعني ما ننجر وراء الاعلانات. تمام. اللي قاعد نشوفها. المريض بيقول لك انه انا بدي فينيرز. لا، ما بدي لومينير، انه على مصطلح انه بدي حضر اسناني ولا ما بدي حضره مشان بالمستقبل انه بدي اشيل العدسات. الحقيقه هذا الموضوع كثير لازم ننتبه عليه، انه موضوع تحضير الاسنان الاغلب بيكون حسب الطبيب ما يقرر، لاني عدم تحضيرهم او تحضيرهم حسب استطباب الحاله. ممكن نحن حاله ما نحضر فيها الاسنان كمثلا استجابه لرغبه المريض او كدعايه. نعم. نحن نضر المريض، لان لما ما منحضر السن ببعض المناطق ممكن تعطي سماكة زائدة عن الحجم الطبيعي اللي رب العالمين خلقنا إياه. صح. يؤدي هذا الشيء إنه نسج حوالين السن ما تتكيف مع هذا الحجم الأكبر للسن حتى لو كان بمقدار جدا بسيط. نعم. صح. تمام. فهو موضوع استطباب. نعم. قبل البدء بتركيب العدسات أو الفينير أكيد هناك في إجراءات تتخذونها، شو هي وشو التعليمات اللي لازم أن يتبعها المريض؟ تمام. أو الشخص اللي حاب إنه يجرب ويسوي الفينير. تمام. الحقيقة أول جلسة مع المريض بأي إجراء له علاقة بطب الأسنان بالذات ما بتكون على كرسي الأسنان، بتكون هيك مثل مقابلة صغيرة بيني وبينه، لحتى أول شيء نعرف هو إنه ليش بده يحط العدسات، هل يا ترى فعلا هو عم يعاني من مشكلة بابتسامته إنه ولا لأني بس حدا من رفقاته حط العدسات. صح. وخلص، يعني إنه بس بده يلحق الموضة مثل ما بيقولوا، إنه قرب العيد أو حد من المشاهير يعني. تماما. هي أول شغلة. شغلة تانية، أول شيء لازم نحن نقوله للمريض هو العيوب والمشاكل اللي ممكن تنتج عن هذا الإجراء، لأنه هو إجراء طبي، نحن عم نستبدل شيء طبيعي بشيء اصطناعي. تمام. فلازم يعرف المشاكل اللي ممكن تصير حتى لو كان احتمالها 1%. مثلا ممكن العدسة تنكسر، ممكن العدسة يصير فيها تسرب وينتخر السن تحتها، ممكن اصلا الشكل العدسات بالنهاية ما يعجب المريض. صح. واللون الابيض ما يوافق بشرته، فهالامور كلها لازم يعرفها. صح. والشغلة الأخيرة طبعا لازم يعرف انه هو اللايف ستايل تبعه حيتغير، فالعدسات بدها عناية خاصة، لازم هو يكون يعتني فيها، يراجع الدكتور بشكل مستمر. نحن بنعرف كلياتنا كثير مطلوب من الناس انه تعمل شيء اسمه زيارات دوريه طبيب الاسنان. الاسنان سليمه، الانسان اللي ما عنده مشاكل باسنانه ما بيروح بشكل طبيعي، بس اللي عنده عدسات صار لازم يتبع هذا الموضوع بشكل اجباري على الاقل كل 6 شهور زياره. تماما. غالبا الزيارات الدوريه بتكون 6 شهور، او كما مثلا الدكتور بيشوف، مثلا ممكن اذا كان عدد العدسات صغير يحتاج كل 8 شهور او سنه، اذا كان كبير ممكن كل 6 شهور. زين دكتور،
الدكتور بعد ما يعني اول جلسه مع الطبيب يشرح لي اكيد هذه النقاط الجدا مهمه يعني. شو هي الخطوه الثانيه؟ خلاص اتفق الدكتور انه راح يعمل له الفينير او العدسات. تمام. الخطوه الثانيه طبعا اكيد انه بنعمل اشعه بنفحص المشاكل الموجوده بالاسنان كلها طبعا، لان اللي بده يحط الفينيرز يعني بده يعمل تجميل لازم تكون اصلا اسنانه كلها سليمه. تمام. نعمل اشعه بنفحص الاسنان التسوسات الموجوده، وضع اللثه، وضع العظم، هل هو العظم كافي انه هو يدعم الاسنان فتره طويله، لان هي كلها اجراءات حنغير فيها الاطباق. نفحص اطباق المريض جدا مهم، لازم مع العدسات يكون الاطباق اقل شيء يعني جيد جدا، اذا ما كان لازم يكون مثالي. فبهالحاله اي مشكله في الاطباق، لان الاطباق الخاطئ على اي عدسه ممكن يكسرها، صح بصير المريض. انا متاكد انه كثيرين عم يشوفوني هلا رايحين، في من كثير رايحين جايين عند الدكتور وقعت هي العدسه وانكسرت هي العدسه، مو لاني شغل الدكتور مو منيح او مو لاني الدكتور مثلا الماده سيئه، اطباق اللي اصلا ما تشخص صح ممكن يكون هو السبب. فبهالحاله يحول الطبيب اول شيء الى دكتور التقويم، بيعمل التقويم او تعديل الاطباق المطلوب حتى تصير الاسنان مثاليه باطباقها. بعدها توجه نحن انه نبلش بموضوع العدسات. حلو. نعم. تمام. واحنا نتكلم عن نقطة مهمة اللي هي أهمية المحافظة على صحة الأسنان بعد تركيب العدسات أو بعد تركيب الفينير. كيف الشخص يتأقلم اليوم يعني مع العدسات والأسنان الجديدة، وكيف يحافظ على صحة الأسنان والفم بعد بشكل عام؟ تمام. هلا الحقيقة العدسات ومريض ما بيفرش أسنانه، يعني عدم تفريش الأسنان أو عدم العناية المثالية هو مضاد استطباب الحقيقة لموضوع الفينيرز. تمام. بعد ما ينحطوا الفينيرز، تمام، في شقين من موضوع التنظيف أو العناية بالأسنان. الشق الأول هو طبعا العناية الشخصية، إنه الشخص بيصير مجبر إنه هو يستخدم الفلوسينج الخيط السني لازم. يوميا على الأقل لازم يكون مرتين على الأقل. تمام. تفريش الأسنان بده يكون طبعا بفرشة ناعمة، أنعم شيء موجود دائما إحنا لازم نستخدم حتى بأسناننا الطبيعية الفرشة الناعمة. الهدف من الفرشة الناعمة أولا إنه صار في عنا عدسات، وبالتالي المنطقة تنظيف المناطق الدقيقة لازم يكون كتير مهم. الشيء الثاني انه الفرشه المتوسطه او الخشنه ممكن تاذي اللثه اكثر ما هي انه ممكن تكون كرده فعل للعدسات، انه شوي متهيجه بالفتره الاولى. تمام. وطبعا موضوع استخدام المضامد، في كثير ناس بيفكروا انه لا صار لازم احنا نستخدم مضامد، انا ضده طبعا. انه خاصه مع العدسات اذا ما كان في سبب، لان المضامد فيها مواد مصبغه والعدسات بالمناطق اللي بين العدسات بالضبط كثير معرضه للتصبغ. صحيح. فاستخدام المضامد مع العدسات ما كثير بنصح فيه انا. إلا باستشارة الطبيب، لأن حتى استخدام المضامد فيه له بروتوكول معين ووقت معين. صح. الشق الثاني من التنظيف هو التنظيف عند دكتور الأسنان. لازم نحن كل 6 شهور لـ8 شهور حسب ما منقرر خطة المعالجة أنه نزور طبيب الأسنان حتى لو ما في أي سبب. ممكن يكون في مشكلة تكلس بسيط على طرف العدسة أو من جوا أنه تعمل التهاب باللثة بشكل أكبر، لأن دائما الأسنان حطينا عليها شيء اصطناعي فهي معرضة أنه يصير في عليها تراكمات كلسية أو جراثيم أو حتى ترسبات بشكل أكبر بكثير من الأسنان الطبيعية. صحيح. وبعض الأشخاص حتى دكتور اللي مثلا نمط حياتهم يشربون قهوة شاي أكلات فيها ألوان، حتى خلال 3 شهور كل 3 شهور يروح يعمل له تنظيف عشان الأصباغ ما تتراكم فوق بعض. تمام. هي الفكرة. ويصير صعب بعدين أصلا. صحيح 100%، لأن الأصباغ يعني أول شيء ممكن تكون سطحية بس لما بتهمل ممكن تتعمق أكثر، وخاصة بالطبقة اللي هي لاصق العدسة اللي هو بين السن والعدسة. هي الطبقة قد ما كانت صغيرة وقد ما كانت مضبوطة من الطبيب، إذا ما احتاجت عناية، إذا ما عملت عملنا فيها عناية ممكن تعمل مشاكل كتير كبيرة تؤدي إنه المريض أصلاً يكره شيء اسمه عدسات موجود على أسنانه، وهذا الشيء حقيقة كتير صاير شائع هاي الأيام. دكتور محمد، قبل ما ننهي فقرتنا معاك نبغى ممكن نصيحة توجهها للمشاهدين وكل من يتابعنا بشكل عام عن كيفية المحافظة على الأسنان، ونصيحة خاصة بعد الأشخاص اللي حابين هم يجربون يسوون الفينير. نعم. وبعد دكتور يعني نضيف على سؤال أمل، اختيار الدرجة، هل نخلي الدكتور أو في بعضهم يقولون لازم درجة الأسنان نفس لون العين بياض العين؟ هل هي أول نصيحة بنصحكم إياها بالنسبة لاختيار درجة لون الأسنان؟ خلي الدكتور ينصحكم. قد ما كنتوا أنتوا حاطين ببالكم إنه هاي الابتسامة حتكون ضابطة على وشكم، الدكتور اللي قدامكم شايف أكثر ممكن 200 و300 و400 حالة قدامه عاملها بالعيادة، وبيعرف تماما هو شو اللون المناسب لكم. فدائما اسمعوا نصيحة الطبيب بموضوع اختيار اللون بالذات. ممكن كثير ناس تعارض هي الفكرة، بس الحقيقة هي النصيحة، لأن هو الخبير وهو اللي بيعرف شو اللون المناسب. يوم يتركب ينصدم بعدين. تمام. في هلا صار في طرق إنه ممكن نحن نجرب شيء مؤقت. صح. تقريبا بشبهه. يخلي المريض يجربه 2 أسبوع 3 بعدين ممكن نحن نقرر. جميل. اختيار اللون. يعطيك الصحة والعافية دكتور، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة. شكرا لك. تسلم.
بتكون زيارة عندك إن شاء الله. إن شاء الله بتشرفونا، أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير للدكتور محمد مأمون صادقلي أخصائي تقويم الأسنان على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل تريونا.